صباح الفل. طبعا عبيت فل الاكسنت ويقول تمشيك 527 كيلو. الحين بمسك فيها خط من ضبا لتبوك تقريبا 200 كيلو، فيها طلوع جبل وراح نشوف كم تمشي. انا اعتقد راح تمشي اقصى شيء 350 كيلو، لانه عادة السيارات الاربع سلندر في الخط بتصرف وبيكون الار بي ام مرتفع، خاصة للسيارات القديمة اللي جربوكسها بيجي 4 نمر او 5 نمر. واللي جرب الاكسنت شاركنا في التعليقات، شكرا لكم. مساء الفل. والاخ يقول طمنا وصلت، الحمد لله دوبي وصلت ابوك وبوريكم كم مشيت السيارة. زي الفيديو السابق عبينا فل وصلت ابوك، باقي نص بالضبط، وعلى حسب العداد قطعت بالضبط 195 كيلو من ضبا الى تبوك، وحسب عداد البنزين المفروض تمشيني 235 كيلو، لكن جزء من هذا الرقم راح في الجبل في الطلوع في الطريق لتبوك. بشكل عام العداد حق الاكسنت طلع ما شاء الله تبارك الله مرة ممتاز، وبشكل عام السيارة هذه جدا ممتازة ومريحة للاستخدام اليومي وما تخرب كثير، وقطع غيارها رخيصة واي احد يقدر يصلحها. واللي جرب الاكسنت يشاركنا في التعليقات، شكرا لكم.